رجعنا لكم مرة تانية وهنروح دلوقتي بعد ما شفنا الصناعات اللي موجودة في مصر اللي نتمنى في يوم من الأيام إن هي يهتموا بيها. وفعلا والله العظيم ده بيحصل في دول تانية لما بيلاقوا حاجة زي كده وهم متميزين بيها بيبتدوا يشوفوا الناس دول فين ويشوفوا هم عايزين إيه. أنت عايز إيه؟ عايز ألغي عليك الضرايب؟ هلغي عليك الضرايب. عايز أعمل عليك أسهل لك التصدير؟ أسهل لك التصدير. هعمل لك شركات، الدولة بتعمل لهم شركات عشان تصدر لهم الحاجات دي والدولة بتستفيد وهم بيستفيدوا برضه في الآخر. نروح بقى لآخر موضوع معانا النهاردة، هو موضوع اجتماعي زي ما احنا متعودين، هو النفور بين الزوجين، الأسباب والعلاج. والموضوع ده فعلا من المواضيع الشائكة اللي لازم نتوقف عندها لأنها بتصيب كتير جدا من الأسر بدون قصد منهم. وبشكل عام الحياة الزوجية بعد مرور وقت من الارتباط والمسؤوليات، الأسرة والأولاد بتمر لحظات ممكن يحصل فيها نفور بين الزوجين، وممكن تكون النفور ده لفترة مؤقتة تمر مع حسن التصرف وصبر الزوج والزوجة والصبر كمان، أو علاج كمان مش بس الصبر، علاج المشكلة اللي موجودة إيه. وممكن يحصل النفور ده بسبب ضغوط خارجية عن إرادة الزوجين، وأحيانا بيتمادى ويوصل لطلاق، ويوصل لأن العلاقة بين الزوجين أحيانا بيكملوا مع بعض كده وخلاص، اللي هو إحنا مكملين عشان الأولاد مثلا، وأحيانا بيبقى الموضوع بيقلب بقى بمحاكم وطلاق وحاجات تانية مختلفة ومشاكل كبيرة جدا. عشان كده هنتناقش مع الموضوع ده أكتر بالتفصيل مع ضيفتنا عبر الإسكايب الدكتورة منال خضر، الاستشاري النفسي والتربوي. أهلا وسهلا بيك يا دكتورة منال. أهلا بيك وأهلا ومرحبا. الأول عايزين نعرف إيه معنى كلمة النفور اللي بيحصل بين الزوجين؟ طيب إحنا مبدئياً النفور مش هنقول النكور ولا إن حد بغض التاني، ولكن هنقول النفور عبارة عن حاجز اتبنى بين الزوج والزوجة، كل واحد بقى ليه العالم بتاعه اللي مش بيتجاوب بيه مع الشخص الآخر. المفروض إن إحنا زوج وزوجة في بيننا مشتركات تبقى في الأحلام، في التخطيط، في الفهم، في الرؤى، في حاجات كتير جدا بتغيب هذه المشتركات، ويبقى ابتدي كل واحد يتقوقع على نفسه. احنا صحيح عايشين في بيت واحد، صحيح بناكل وبنشرب مع بعض، لكن كل واحد فينا منفصل عن الثاني تماما. يبقوا قاعدين مع بعض كل واحد في موبايله قاعد، لما يجوا يتناقشوا في موضوع تلاقي فيه خناقة ظاهرة، مش قادرين يتفاهموا، مش قادرين يتواصلوا، حتى التلامس الجسدي كل واحد فيهم بيهرب من الثاني. احنا التجاذب عكسه التنافر، فاحنا كل واحد فيهم بيهرب من الثاني، ما بيصدق يخلص من وقت ممكن ان الثاني يتجاذب معاه او يقرب منه او يلمسه، بتوصل ان في هجر في الفراش وان كل واحد فيهم مش قادر يلمس الثاني. طيب الموضوع ده برضه يعني ليه اسباب، اسبابه ايه؟ أسبابه كتير جدا جدا. أول سبب ممكن نقول عليه اللي هو غياب الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ربنا لما بيقول بيكون بيني أنا وإنت حكم بين الزوج وبين الزوجة، كل واحد فينا بيخاف من ربنا، بيراجع ربنا سبحانه وتعالى، وغياب ربنا وغياب اللي الواحد يتقي الله في الطرف الآخر اللي معاه بيخليه بقى أحيانا كتير يبقى في مسالك تانية نتيجة غياب الله اللي إحنا متزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. صحيح. بتحصل سلوكيات مش كويسة، منها بقى خد عند حضرتك الإيذاء، الجرح، المقارنة، إن كل واحد يبقى واحدة بتقارن جوزها أو راجل بيقارن زوجته، عايزها هيفاء وهبي وهي عايزاها مش عارفة حسين فهمي، والكلام ده كله المقارنة، إن في واحد فيهم شخص منهم عنيف وشديد القسوة. لأن طبعا التنافر ده ما بيجيش وليد يوم وليلة. صحيح. التنافر ده ما بيجيش إلا بعد في شخص مر بمراحل كتير جدا 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 من الضغوط اللي ما قدرش يحتملها، في النهاية وصل للنتيجة دي إن أنا مش هقرب من الطرف الثاني. نتيجة بقى سلوك، نتيجة ضغوط خارجية زي ما أنت قلت، نتيجة ضغوط داخلية، النواحي المادية، إن الزوجة أو الزوج واحد فيهم بيطور نفسه والثاني ما بيطورش نفسه، فبيبقى في هو بين الاثنين، إن كل واحد من الزوج والزوجة ما بيعرفش إن كل مرحلة من العمر بيمر بيها الإنسان أو كل مدة زمنية من الزواج بنحتاج نعيد ونجدد الحب والحنان والتواصل والتوافق. الأسباب كتير جدا، انشغال الأب بالشغل وإهماله لزوجته واحتياجاتها، انشغال الأم بالأولاد وإن دول بقوا كل حياتها وإهمال الزوج واحتياجاته، انغماس الاثنين في إنهم كل واحد فيهم قاعد واقف للتاني على كل صغيرة وكبيرة بيحاسبوا عليها، أنت ما عملت، أنت ما عملتش، الكلام ده كله كله بيولد في النهاية النفور، إني أنا مش عايزة أقعد مع الإنسان اللي بينتقدني، اللي بيجرحني، اللي بيهني، اللي ما بيحترمنيش. أنا بتكلم على الزوج والزوجة طبعا، اللي ما بيوفرليش احتياجاتي. الزوج بيفتكر إن الاحتياجات بالنسبة للزوجة اللي هي الاحتياجات المادية، والزوجة بتتخيل إن احتياجات الزوج بس هي احتياجات الفراش.
فلا الزوجه محتاجه من الزوج احتياجات كتيره جدا، مشاركه نفسيه، رحمه بيها، رفقه عليها، اني اشاركها اشاركها اتشارك معاها في احلامها. وكذلك الزوج محتاج كلمه طيبه، محتاج انت الزوجه تكون في وقت من الاوقات ام، تكون في وقت من الاوقات بنت عشيقه، صديقه. للاسف الشديد المعاني اللي فيها دفء وفيها موده ورحمه، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. السكن، فكره السكن، كل واحد فاكر فيهم ان انا عندي وظيفه باديها، مش انا بسكن وبدي الامان للتاني ويكون في موده ورحمه. للاسف الشديد بقينا الات، بقينا اجراءات، بقينا انا عملت اللي عليا وفين اللي عليكي، كل واحد فينا بيحاسب التاني ما دام انا قمت اللي عليا. الفكره مش كده خالص، ونتيجه ده نتيجه بيجي البغض وبيتيجي النفور وبيجي كل واحد فيهم بينسحب من حياه التاني. طب دكتوره، حضرتك اتكلمت كتير جدا عن المشاركه وان كل واحد بيتفوق على نفسه وكل واحد بيبقى ليه احلامه الخاصه. هل برضو ده معناه ان احنا لازم نشارك كل حاجة؟ يعني هل يعني يشارك كل حاجة يا ما شاركش خالص مثلا، ولا في مساحة وسطية في النص؟ كل واحد في الزوج والزوجة لازم يكون ليه المساحة الخاصة ليه في حياته. لكن في أصل احنا متشاركين فيه، عندنا أحلام، عندنا طموحات، عندنا تخطيط، عندنا حب، عندنا مودة ورحمة، عندنا سكن، عندنا علاقة فراش، عندنا حاجات كتير جدا مشتركة. المشتركات اللي بيني وبين زوجي، اللي بين الزوج والزوجة، يجب أن تغذى دائما بالحب وبالحنان وبالاهتمام وبالرعاية. لأن أنت بكل بساطة لو عندك عصفور في البيت وما رعيتوش هيموت، عندك وردة أو شجرة في بيتك ما رعيتهاش هتموت. فالحياة الزوجية والعشرة الزوجية عاملة زي النبتة، إذا لم تتغذى دائما باحتياجاتها، وهنا بقول احتياجاتها، احتياجات الزوج اللي هو محتاجها، مش كل واحد فينا يدي التاني من وجهة نظره الاحتياجات اللي هو شايفها. لا، ما تديهوش من وجهة نظرك الاحتياج اللي انت شايفه. يعني زوجتك عايزة تسمع منك كلمة حلوة، كلمة حنان، حب، لمسة جميلة، ما تروحش تقول لا ما انا بجيب لها الخضار وبريحها وما بخرجهاش وجايب لها عربية وجايب لها، بس هي دي مش احتياجاتها. طيب. كذلك الزوجة، أنا بقوم بحق الفراش وأنا بعمل وأنا بعمل وبقدم وبلبس كويس في البيت، لكن زوجك عايز أنس، عايز صديقة، عايز حبيبة، عايز حد يسمعه، عايز حد يتكلم معاه. فللأسف الشديد حتى فكرة أني أنا أدي الثاني احتياجاته من وجهة نظري دي غلط. فأنا بثبت مع حضرتك فكرة أن كل واحد فينا ليه جزء خاص بيه، عالمه الخاص بيه، علاقته الأسرية، أصدقائه. طيب، عايزين نقعد برضو عند الحتة دي شوية دكتور. يعني فكرة برضو الجزء الخاص ده، أحيانا الجزء الخاص بتاعي مثلا بيضغى على الجزء الخاص عندها، أو المساحات المشتركة دي مثلا إحنا الاتنين بنحلم بحاجة واحدة، بس هي عندها رؤية معينة وأنا عندي رؤية تانية، فواحد بيجي على التاني، نحلها إزاي دي برضو؟ وده بيسبب النفور. لازم يكون في بروتوكول اسري، احنا لازم نكون لازم الحاجات اللي احنا مشتركين فيها او ان احنا هنقصها، يعني بنصنع حياه، لازم نكون كل واحد فينا قايل رايه فيها، متفقين عليها. مش لازم نكون متفقين بنسبه 100%، انا ممكن اكون متفق بنسبه 70% وده نجاح، لكن ما فيش واحد فيهم يتسلط ويتجبر على الطرف الاخر ويلغيه. انت بتلغيه، لما تلغي الطرف الاخر بتخسره من حياتك، انت بتخسر خبراته وبتخسر حبه وبتخسر حنان وبتخسر دعمه وبتخسر، لان انت لو قررت تاخد قرار في حياتك مثلا هتخش في شركه مثلا معينه وهتستخدم كل موارد الاسره والامكانيات بتاعتها والاستثمارات بتاعتها، وجات زوجتك قالت لك ما تعملش كده، الكلام ده غلط، وجهه نظري فيه كذا، وانت قلت لها مالكيش دعوه، انت ما تتدخليش، انت ما تعمليش، وجيت شاركت والمشروع ده خسر، مين هيدفع الثمن في الآخر؟ حضرتك اللي هتدفع الثمن، الزوج، ولا كل الأسرة بتدفع معاك الثمن لما هنبقى مفيش فلوس، فالناس كلها هتشتغل وهتتعب وهنعيش في مستوى أقل هيحصل ضرر هيعم الأسرة. فأنا أي ضرر أو أي قرار اللي هيتحمل معايا التبعات بتاعته جميع أفراد الأسرة، من حق جميع أفراد الأسرة يكون ليهم رأي ويكون إحنا بنستشيرهم ونتخذ معهم القرار، لأنهم هيتحملوا تبعات هذا القرار. كل واحد فينا ليه مساحته الخاصة، المساحات المشتركة يجب أن تكون قوية ونغذيها ويحترم كل واحد فينا رأي الآخر، لأن دي حياتنا اللي إحنا الاثنين هنتحمل تبعاتها، هنعيش سعداء أو هنعيش تعساء، مش فرد واحد اللي هيتحمل. صحيح. طيب ازاي بقى نتغلب على النفور او الفتور اللي بيحصل في العلاقه الزوجيه؟ اول حاجه يعني في اي علاقه انسانيه ربنا سبحانه وتعالى اسس قاعده هتريحنا قوي،
ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولي حميم. ادفع بالصبر بالرحمه، انا هنا بكلم الزوج والزوجه، بالصبر بالرحمه بالحلم بالقلب الكبير بالتغافل بالتغافر، لازم يكون عندنا تغافل وتغافر وعندنا من جوانا تسامح. لو وبعدين لما تحصل مشكله واتقفل الملف بتاعها يجب ان احنا نقفله، ما افضلش كل مشكله تحصل طول حياتي 20 سنه اقول له فاكر من 20 سنه، فاكر من 15 سنه، فاكره من 15 سنه، فاكره اول امبارح. اليوم اللي يخلص ونقفل فيه مشكله نقفل الملفات اللي فيها مشاكل اسريه ونبتدي صفحه جديده في حياتنا. يبقى لازم انا يكون اصل من اصول حياتي اني انا ادفع بالتي هي احسن بين الزوج والزوجه. حاجة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. ما فيش إنسان في الدنيا كامل لا الكمال لله وحده لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا كبشر كل ابن آدم خطاء، كلنا هنغلط، لو وقفنا البعض على الوحدة الدنيا مش هتضيع. كمان الزوج والزوجة، إذا أنا مغلط لما أغلط وما كانش زوجي هو الإنسان اللي بلجأ له يحللي مشكلتي يدعمني يقف جنبي، إذا كان الزوج لو ما غلطش ولما يغلط ولو كانت الزوجة مش هي الإنسانة اللي تقف جنبه وتدعمه، أمال إحنا هنقف جنب بعضنا إيه؟ في الصح يعني إحنا كويسين بس؟ في الحلو بس؟ لا، إحنا بنشارك بعض في العسر واليسر، فإحنا عندنا حاجات كتير جدا 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 نقدر نعملها مع بعض، من الصبر، من الحلم، من المودة، من الرحمة، من الحب، من الألفة. إن إحنا كل واحد فينا يصبر على التاني، يتحمل التاني، يحاول يحبه، يقول له كلمة حلوة، أسمع زوجتك وأسمعي زوجك الكلمة الطيبة. ده في أزواج وزوجات بيتصلوا بيا تقول لي أنا بقالي مثلا سنتين جوزي ما جاش مسك إيدي وقال لي بحبك، ده أنا جوزي وأنا ماشي في الشارع نسي إنه المفروض يمسك إيدي أو إن هو يعديني الطريق، ده بيمشي بيعدي الطريق وبعدين أصل إحنا متجوزين بقالنا 15 20 سنة مثلا وبعدين أنا أبقى أعدي وراه إزاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ستنا ميمونة ستنا صفية طالعة على الهودج كان بي 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 بيحط رجليه على الأرض وكأنه في وضع الركوع عشان تطلع، كان سيدنا محمد يقول يا عائش يا عوايش نادي زوجك ونادي زوجتك بأحلى وأجمل الأوصاف. ما استحى سيدنا رسول الله أن يقال أمام كل الصحابة وينقل إلينا على مدار كل هذه مئات السنين أن يسألوا سيدنا عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة ثم أبوها، ولم يعني ما كانش في حرج أن النبي يقول قدام الدنيا كلها. دلوقتي الزوج لما تيجي يقول لك الجماعه ام العيال ام محمد، يعني هي ما هي ليها اسم. ده المشكله والغريبه ان الزوج يبقى عنده بنت الكبيره بنت فيقول لزوجته مثلا يا اسماء او يا مثلا ولا شيماء على اسم بنته الكبيره، فتبقى بينادي باسم الولد كمان عشان يخبي البنت. لا طب هنقول ما فيش ولد، استنى بس الفكره اللي انا عايزه اقولها لك انت. زوج ما عندوش اولاد وعنده بنات فينادي زوجته باسم بنته، فهم يعني يقول لها يا شيماء، طب هي فرقت ايه شيماء من اسماء من منال من هناء من كذا، مش ايه الفرق يعني؟ هو اسم زوجتك عيب واسم بنتك مش عيب؟ حاجه غريبه انا ببقى مستغربه. العلاقه الزوجيه لازم ان احنا نجددها في على مر السنوات ونعبر عنها بشكل جميل، ان الزوجه ما تؤديش حقوق الزوج على ان هو واجبات بتقضيها ليه، لا لازم تبدع ولازم تتجمل وتتحلق. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى حتى الرجال ان هم كل واحد فيهم يتجمل لزوجته ويلبس احسن الثياب، ما يبقاش الزوج مثلا في البيت شعره يبقى لابس في البيت عفوا اي تيشرت داخلي مش حلو، شعره ثائر الراس تارك شكله غير مهذب، ولما يجي يخرج يحط البرفان ويسرح ويلبس البدله الشيك فما انت بتتجمل لمين؟ او الزوجه تبقى حاطه طول اليوم في شعرها لفات او حاطه فيه بوكلات والراجل شايفها عامله زي البعبع في البيت، وتيجي وهي خارجه مش عارفه تعمل ايه وتلبس ازاي. الاولى بالتجمل والتحلي الزوج، انك تتزيني لزوجك. ايضا القلب الجميل، القلب الابيض، ليه اسامح الناس كلها واغفر لهم؟ ليه احب ليه اعبر للناس كلها مديري الرئيس بتاعي حضرتك ويا فندم وعينيا وتحت امرك وي واجي للزوج ابقى يعني استكبر لزوجي اني انا اتودد اليه او احبه او كذا او كذا.
زي في مثل احد الناس كانوا بيقولوه، ياخدوا الكلاب يفسحوها بره وتبقى تغسل رجلين الكلاب ومش عارفه ايه، وعشان يبقى جميل وتعطره، وتيجي لما الزوج يقول لها طب ساعديني، طب هاتي لي شويه ميه احط رجلي فيهم، لا انا شخصيتي انا مكانتي انا كبريائي انا كذا. من الحاجات المهمه برضو ان اللي بيطور نفسه في الاسره لازم الزوج والزوجه يطوروا نفسه. ليه؟ لا عشان ما فيش واحد يتقدم يتقدم والتاني يفضل مكانه، فتبقى فيه هو ومسافه كبيره ما ينفعش. دكتوره منال خضرة الاستشاري النفسي والتربوي، وانا بشكر حضرتك جدا، يعني نفسنا والله نكمل مع حضرتك بس كده وقت حلقتنا خلصت، فانا بشكر حضرتك جدا على المعلومات المفيده اللي حضرتك قلتها لنا، وان شاء الله لينا لقاء اخر عشان نتكلم مع الناس في الحاجات دي. الحاجات دي فعلا بتهم كل بيت على مستوى الوطن العربي كله، يعني حتى مش مصر بس، عندنا ناس كتير جدا بتبقى عايزه تسمع حاجات عن زي كده، والتذكير كمان بالحاجات دي حتى لو انت عارفها بيفيد الشخص ان هو يسمع حاجه زي كده مره تانية. اشكرك جدا دكتوره منال.